متابعينا متابعتين واحد الوقفه احتجاجيه من اجل الاسماء ديال المستفيدين متابعينا متابعتنا متابعي جريده المغرب الحر من مدينه مكناس نحييكم متابعتنا متابعي جريدة المغرب الحر من مدينة مكناس احتجاجات بالجملة متابعتنا من مدينة مكناس نحييكم بسم الله الرحمن الرحيم معكم حمزه الراس مناضل بمنطقه سيدي بوزكري وفاعل جمعوي فيها من الناس اللي خدموا على الملف ديال التسويه العقاريه الرسمي العقاري 4650 ك ونجحنا الحمد لله فيه اليوم كنوقفوا هذه الوقفه التضامنيه مع سكان سيدي بوزكري السكان المقصيين لاقامه الازدهار من المشروع الملكي اليوم نقول واحد الكلمه لكل مسؤولين مدينه مكناس وعلى راسهم عامل عماله مكناس والسيد وزير الداخليه بارسال واحد اللجنه ديال تقصي الحقائق لان هناك تلاعبات بهذه الهبه الملكيه هناك تلاعبات لحد الساعه كاينين تلاعبات بهذه الهبه الملكيه وهذا المشروع الملكي وهذا امر خطير خطير جدا اليوم حنا كمناضلين قمنا بهذه الوقفه الاحتجاجيه من اجل المطالبه بالمحاسبه ديال المتورطين الحقيقيين والفعليين في سرقه ديال هذه الهبه الملكيه اللي هي كتراوح بين 27 هكتار وكما كتشوفوا معنا السكان المستفيدين من هذا المشروع ديال اقامه الازدهار هو 1200 اسره ذوي الدخل المحدود سكان سيدي بوزكري
اللي كتعرفوا بانها منطقه مهمشه. اليوم وتنقفوا هذه الوقفه الاحتجاجيه السلميه من اجل المطالبه، من اجل المطالبه باش يعطيونا اللوائح، يخرجوا اللوائح عرض الوجود، لوائح ديال الناس المستفيدين، لوائح عرض الوجود والمحاسبه ديال المتورطين الفعليين في هذه المساله هذه. فاليوم ان دل هذا عن شيء فانما يدل اننا ان شاء الله تعالى كل المناضلين وكل الشرفاء هنا والنزهاء ديال ابناء سيدي بوزكري اليوم يقفون هذه الوقفه الاحتجاجيه من اجل المطالبه بحقهم المشروع. فاليوم نتساءل اين هم السلطات المنتخبه؟ اين هم الناس اللي صوتوا لهم؟ الناس كيمثلونهم وكيقفونهم كعاده حوار في العمله، يعني ما كاينينش. اليوم اللي كتشوفوا اللي واقفين هما الاسر المتضرره، الاسر اللي كتطالب حقها بالسكن، والسكن هو حق دستوري ما يمكن حتى شي واحد انه ينزعه، فهو حق دستوري السكن. والناس انتم كتعرفوا منطقه سيدي بوزكري بانها منطقه مهمشه، منطقه كيعرفوها المنتخبين في الفتره ديال الحملات الانتخابيه، ما تيعرفوهاش فيما تعاني الساكنه. فاليوم نقول حان الوقت، حان الوقت لنقول كلمتنا في المنطقه وفي المدينه من اجل محاربه الفساد بارسال واحد اللجنه. كنطلبوا من السيد وزير الداخليه ارسال واحد اللجنه لتقصي الحقائق، تقصي الحقائق من اجل اثبات ان هاد المسؤولين المتورطين والمعاقبه ديالهم كما تتم معاقبه ديال ابناء الشعب. هذه من جهه، من جهه اخرى نقول بان هاد الناس او هاد الاسر خصها تستافد لان من حقها الاستفاده في السكن. وتحيه مره اخرى لجريده المغرب الحر على مواكبه ديالها، وكما علمنا النضال ان الحقوق تنتزع ولا تعطى، وما دعا حق وراه طالب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في البدايه تنوجه شكر خاص للاخوان الصحافه الاعلاميه للاعلام اللي مواكب معنا مع كامل الاسف يعني المشاكل ديال نفس سيدي بوزكري اللي ما بغاش تسالي. فاحنا اليوم تنحضروا في واحد الوقفه احتجاجيه اللي تنظمها جمعيه المستقبل للتنميه البشريه، هذه الجمعيه اللي كتمثل ضحايا ديال الجزء السري. مع كامل الاسف تم العبث يعني في واحد الوقعه ارضيه، في واحد القطعه ارضيه اللي فيها تقريبا واحد 27 هكتار كما جاء في، وهي موضوع هبه ملكيه. هاد الناس هادو جات واحد الهبه ملكيه، يعني الموضوع ديالها تيقول بالحرف، راه غادي تكون تنشرات في الاعلام بالحرف، وهو ان هاد الارض هذه هاد 27 هكتار غادي تخصص لفائده ذوي الدخل المحدود وباثمنه منخفضه، ماشي غادي تدار فيها مضاربات عقاريه، ماشي غادي تباع للناس ب 40 القطعه ب 40 مليون و 50 مليون و 60 مليون. اللهم هذا منكر، هاد المسؤولين ديال مكناس خاص تتفتح معاهم تحقيق. اما القائد الباشا الكاتب العام جميع المسؤولين خاص تتفتح معاهم تحقيق في هاد النازله هادي. وخاص تنطلبوا من الاستاذه زينب العداوي من المجلس الاعلى للحسابات ومن وزاره الداخليه ومن جميع الاجهزه اللي ممكن يعني تفتح تحقيق في هاد النازله هادي. فهذا واحد الملف خطير، وثيقه خطيره، ملف يعني خطير اللي ماشي هادي ماشي طريق دابزنا عليها وما بغيناش ندوز من هنا وما بغيناش ندوز من هنا. هذا موضوع ديال الهبه الملكيه عباد الله. الى ما كانش غادي الى وصلنا لواحد الدرجه اللي ما نحترموش فيها القرارات الملكيه، ما نحترموش فيها وثيقه ملكيه، فشنو غنحترموا بيني وبيك؟ فما كاين لا انتخابات لا برلمان لا حكومه لا دوله. الى وصلنا لهذا المستوى وكنا وصلنا لهذا المستوى فخصنا نجمعوا ونساليو، خصنا نجمعوا اش كايرنا نمشيو بحالنا. منين غيوصلوا لدرجه ديال انهم وثيقه ملكيه، امر ملكي ما يتحترمش وما يتمش التنزيل ديالو على ارض الواقع، فخصنا نمشيو بحالنا. خاص مكناس تمشي بحالها، مكناس ماتت. انا تنطلب من هاد الناس هادو يشيعوا معنا مدينه مكناس ندفنوها، وما نلقاوش ما حصلناش الزرده هذه لغباب العماله، هنا خصنا ندفنوا مدينه مكناس هنا. وشكرا للاخوان الصحافه والاخوان